تقريبا سبع تدريسيين بين معيد الى 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 ماجستير الى دكتوراه. الدكتور ما عندنا يوميا ولا عندنا 200، اقل يوم 253 ونصل الى 300 وكسر ونصل الى 11 خاصه. اليوم تشرفت بزيارة كلية النور الجامعة. حقيقة اللي شفته شيء مذهل، أنا ما كنت أتخيل أنه عندنا بالعراق هذا المستوى، يعني هذا المستوى راقي جدا. أنا فقط يعني بالدول العظمى يعني شايفة بداية الدخول وطريقة الدخول إلى الكلية وأيضا المختبرات الحديثة جدا، يعني واحد يتمنى نفسه أن يكون طالب يعني حقيقة في هذه الكلية، يعني ليس لأغراض الدعاية لا والله، لكن فشيء راقي راقي جدا، مختبرات راقية جدا على أحدث طراز بالعالم، طريقة الدي ام في بالدخول، يعني فشيء مذهل. يعني أتمنى لهذه الكلية والقائمين عليها يعني من رئاسة الكلية، مجلس الكلية، العمادة، الكوادر الإدارية والإخوان التدريسيين وكل العاملين وحتى الطلبة، أتمنى لهم التوفيق. أكيد نتواعد، اللي طيب راح يشوف، أكيد هذه الكلية راح يتخرج منها ناس يعني متميزين في كل الاختصاصات، لأنه تعبانين عليها بشكل لا يصدق. زارنا اليوم السيد محافظ نينوى الأستاذ نجم الجبوري إلى كلية النور الجامعة، وقام بالزيارة. هذه الزيارة طلع فيها على كافة المختبرات الموجودة في الكلية، وطلع على قسم طب الأسنان والعيادات الطبية اللي موجودة في هذا القسم، كذلك طلع على الصفوف الدراسية ومعظم أبنية الكلية، وأبدى السيد المحافظ إعجابه في كل ما موجود، خاصة قسم التسجيل لتسجيل الطلبة الجدد في المرحلة الأولى وشعبة الحسابات وما بها من قضايا إلكترونية وكهربائية تسهل مهمة الطالب وولي أمر الطالب للتسجيل ولدفع الحسابات. شكرا جزيلا للسيد محافظ نينوى على هذه الزيارة، وأتمنى أن تتكرر هذه الزيارة بعد أن تكتمل الكلية بالشكل الكامل خلال الأيام المقبلة. زارنا السيد محافظ نينوى أستاذ نجم الجبوري وأطلع على الكلية ببنايتها الجديدة ومختبراتها اللي انتقلت من البرطلة إلى منطقة الشلالات، ودخل ميدانيا إلى القاعات وإلى المختبرات الحديثة التي نصبتها الكلية في هذا الموقع، وكان انطباعا جيدا جدا من قبل السيد المحافظ مما احتوته على أجهزة حديثة ومتطورة وبأحدث ما يكون لتعليم طلبتنا المهارات اللازمة لمختلف التخصصات، ومنها طب الأسنان كما نرى في هذا المختبر. هناك عيادات تخصصية موجودة وتستقبل المرضى الحقيقة من العام الماضي وإلى حد الآن ممكن أن يصل العدد في بعض الأحيان إلى 200 مراجع في اليوم الواحد، وكلها مجانا أو بأجور رمزية جدا بسيطة، تدفع فقط للحصول على التذكرة، وكل العلاج يتم بصورة مجانية في مختبرات في العيادات التعليمية لكلية طب الأسنان.